السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج من شركة سايب اسمه Open BIM Model Checker. تقدر تقول له أنا عايز أبدأ ملف جديد وتختار المكان بتاعه وتحمل بقى الملفات اللي أنت عايزها، أو تقول له فايل مانجر وتبدأ تشوف الفولدر اللي فيه الملفات، أو إكزامبل لو أنت عايز تشوف مثال. طيب أنا هفتح مشروع اهوت، فبتلاقي هنا بيبدأ يعرض لي هنا، ممكن تشوف فلور ممكن تقول مثلا عايز الغي الروف، عايز الغي الادوار ديت، فيبدا يخفى لك من هنا. فممكن تقول له مثلا عايز اشوف البيزمنت بس او كده، واخد بالك انا بخفي اهوت الادوار فبدا المبنى يقل. ممكن تقول له لا ده انا عايز اشوف مثلا، مش عايز اشوف المعماري مثلا، تمام. اهوت الكاتيجوري تقدر تخفي وتظهر وتتحكم في العناصر من خلال الحاجة اللي انت عايزها بسهولة. ده بالنسبة للديسبلاي. ممكن تقول له ايشو فيبدأ يجيب لك المشاكل اللي موجودة. في مشاكل مثلا هنا، مثلا المسافات بين الكولوم قريبة جدا من بعض او بعيدة جدا من بعض، يبقى في بعض القواعد بيقول لك ان المسافة اكبر من اللازم، وحاطط لك صورة وحاطط لك وصف للحاجة، وتقدر ان انت تراجع عليها، وتقدر ان انت تغير اللون لبعض المشاكل. هنا مثلا في كولوم معينة، تمام. هنا الويتس بتاع الستير، الويتس داخل في قلب الحيطة، فهو قال لك ان في مشكلة هنا. الويندوز مع الاكستيريور، في هنا تيبل المفروض انها تتحرك، تمام، عشان تبقى متناسبه مع الشغل، وهكذا. كل دي الايشو تقدر تشوفها. ده بالكلاشات، ده ايشو. هنا بقى الكلاش، الوول مع الاستير، البلامنج مع الفلور سلاب، الاتشفاك يبدا يجيب لك المشاكل دي كلها. الدوكيومنتس اللي موجوده ممكن تقول له انا عايز اشوف الملفات الاوتوكاد مثلا، الحاجات اللي هي 2 دي، فتدوس مرتين يبدا يفتح لك الملف بالشكل دوت. تقدر تقول له افتح لي مثلا بي دي اف، فيبدأ يفتح لك الملفات كلها. تقدر تعمل سيلكت على اي عنصر وتقول له اخفي لي العنصر دوت او يظهره لك زي ما انت عايز. ممكن تقول له العنصر اهوت، هتلاقي هايد سيلكت او شو سيلكت زي ما انت عايز. تقدر تخفي العناصر اهوت، وتقدر تعمل مشكله جديده نيو ايشو اهوت، تديها الاسم اللي انت عايزه والوصف اللي انت عايزه، وتبدا ان انت تحط عنصر او اساين ريفرنس بوينت للمشكله اللي انت عايزها.